من ضمن الحاجات المهمة اللي عايزين نفهم عنها أكتر، لأنه طبعا ممكن يكون ده مسار تعليمي مختلف وبديل، هي المدارس التطبيقية التكنولوجية. يعني إيه المدارس دي وبتقدم فيها إزاي والمجاميع اللي محتاجينها إيه، وإيه التفاصيل اللي ممكن تكون حضرتك محتاجها عشان تشجع ابنك أو بنتك إنهم يخشوا مدرسة زي كده. خلونا نفهم أكتر من الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني. أهلا بك يا فندم، منورنا. اهلا بيك يا فندم. اهلا. يعني طبعا كنا بنحتفل من كام يوم بنتائج التعليم الفني السنة دي، وشفنا مستويات راقية جدا، اتجاه جديد وحديث في دعم التعليم الفني في مصر. النهاردة كمان بنتكلم عن مدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية. لو حضرتك تدينا عنها معلومات أكتر، المدارس دي عددها قد إيه، موجودة فين، إزاي الواحد ممكن يقدم فيها؟ هو حضرتك طبعا فعلا يوم الاحد اللي فات اعلنت نتيجه الامتحانات الفنيه بانواعها المختلفه. المدارس دي هي مدارس الوزاره بدات في انشائها تحت مسمى جديد اللي هو مدارس التكنولوجيا التطبيقيه في مجالات عديده. فكرتها ان بتحصل شراكه او يعني بارتنرشيب بين الوزاره كجهه حكوميه، وزارة التربية والتعليم، والشركات والجهات المختلفة من القطاع الخاص أو القطاع العام. فطبعا احنا بدأنا في سنة 2018 بثلاث مدارس، وسنة 19 إضافة ثمان مدارس أخرى في مجالات مختلفة، مجالات مثلا تصنيع المعدات المنزلية، مجال الإنشاءات، مجال التسييد والبناء. ففي إحدى السنوات إحدى شركات الموبايل اللي هي شركة وي بالذات كانت بتتعامل معانا في تدريب الطلاب، فطلبنا منها ان احنا نعمل معاها بعض المدارس في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. طبعا ده مجال المدارس دي بدأت بالفعل يعني شغالة ولا هتشتغل؟ المدارس دي بدأت زي في سنه 20 بمدرسه واحده في مدينه نصر اللي هي افتتحها سياده الرئيس النهارده، ونتيجه الاقبال عليها وانها بتحتاج طلبه طبعا مجاميعهم عاليه جدا، لان حتى الدراسه فيها باللغه الانجليزيه. والحقيقه وزاره الاتصالات مشكوره دعمت شركه وي برضه بدعم مالي، يعني على اساس ان هي تقدر المدارس دي حصل عليها اقبال شديد جدا من الطلبه اللي جايبين مجاميع عاليه جدا، يعني من اكثر من 250 من 280. فحاليا احنا عندنا ست مدارس من هذه النوعيه، وعندنا عدد حوالي 40 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية منتشرة في 15 محافظة. فبالتالي ده نوع جديد من التعليم الفني بيتعمل بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركات القطاع الخاص. المدارس اللي هي بتاعت وي موجودة في القاهرة، موجودة في الإسكندرية، موجودة في الدقهلية، موجودة في المنيا، موجودة في السويس، وموجودة في الجيزة. سيادة الرئيس يعني النهارده منتشرة في الجمهورية، يعني بتخدم الوجه طبعا بحري وجه قبلي هيبقى في مدارس في محافظات أخرى، لأنه إيه السبب إن في محافظات أخرى؟ لأنه لو طالب أسوان مثلا وعايز يخش المدرسة دي لما هيجي القاهرة لازم يعمل له حد عنه. فالحقيقة ده اتجاه جديد إنه التعليم الفني يعني يبقى فيه التخصصات الحديثة ويجذب الطلبة المتميزين زي ما بقول لحضرتك، وهي هتاخد متفوقين كمان يعني زي حضرتك قلت لي، والدراسة فيها برضو حضرتك هي الإنجليزية. على فكرة عدد الطلبة اللي بيخشوا أي مدرسة من المدارس دي الدفعة يعني الكتير تبقى 150 طالب 200 طالب، لأن احنا بنخلي الفرصة اللي يزيد عن 25 طالب. مفهوم. 200 مكان دول بيقدم لهم بتاع 2000 2500 طالب، فبيحصل تسابق، لأن احنا بنعمل اختبارات للطلبة عشان نختار، مش بس المجموع، بنعملهم اختبارات في اللغة الإنجليزية وفي الرياضيات وفي ماذا استخدامهم في الحياة. ده من بعد الإعدادية يعني امتحانات بعد قدرات الإعدادية. يعني. بعد الإعدادية لأنه طبعا بيبقى ليه؟ لأن عدد أكبر بكتير من الأماكن المتاحة بيقدم، فإزاي هنفرق بينهم؟ لازم هنفرق بين الطالب المتفوق اللي خد الإعدادية. مفهوم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور. دكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الفني. الواحد مبسوط بالاتجاه الجديد اللي الدوله بتاخده في مجال التعليم الفني، والصوره الذهنيه بقى بتتغير اهو واحده واحده. ويمكن تابعنا معاكم في 90 دقيقه وجبنا الاوائل في التعليم الفني السنه دي من مدارس مختلفه، وكلهم جايبين مجاميع كبيره جدا. فصورتنا، وزي ما اتكلم النهارده الرئيس الحقيقه عن
فكره ضروره تغيير نهج التفكير نحو التعليم، وانه المصريين مهتمين بالتعليم، لكن احنا محتاجين نهتم بيه بشكل اكثر واقعيه واكثر حداثه، بدل الانفاقات الكبيره اللي كنا بنحطها في الدروس الخصوصيه لو تتحول في مجالات التعليم الجديده زي التعليم الفني او غيره، ممكن يكون المردود افضل كثيرا على الشخص وسوق العمل وعلى مستقبل البلد.